تعالوا بقى نروح للقاء اللي هيبتدي خلال يعني دقائق، يعني النهارده ان شاء الله اول اللقاءات الاربعه هيكون هو اللقاء اللي هيجمع بين الارجنتين والمملكه العربيه السعوديه. والحقيقه نجم الارجنتين ليونيل ميسي اعلن انه جاهز لمباراه منتخب الارجنتين امام السعوديه النهارده. ميسي كان خاض تدريبات منفرده خلال الايام الماضيه بسبب معاناته من اجهاد عضلي، لكن يعني هو رجع بعد كده واكد جاهزيته لمواجهه السعوديه، وقال خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي للمباراه: اشعر انني بحاله جيده جدا، اعتقد انني امر بلحظات رائعه بدنيا وفنيا، لا اعلم، لا اعاني من اي مشاكل. وقال كمان ان اللعب في كاس العالم دائما ما يكون مميزا، والاجواء قبل المباراه الاولى دائما تكون مختلفه، ودخلت الاجواء والريتم بشكل سريع واشعر براحه كبيره. يعني فكرة ان ميسي بيعلن استعداده وجاهزيته للقاء السعودية دي حاجة تخوف الحقيقة، يعني ما اخبيش عليكي حاجة تقلق. هو فعلا جاهز يعني من غير ما يجهز زي ما بيقولوا. فيعني طيب، على كل حال تاني هرجع اقول، حتى لو كانت المباراة يعني النتيجة بتاعتها الى حد ما متوقعة، او يعني فوز الارجنتين متوقع الى حد ما لحد دلوقتي، لكن برضو احنا نتمنى على الصعيد الاخر نشوف مباراة حلوة او اداء طبعا كويس من السعودية طبعا. يعني خلي بالك، ما هو عشان الدنيا يتصلح حالها ما بتجيش مره واحده، يعني عشان تقول مثلا كره القدم في الدول العربيه او كره القدم العربيه ان هي تبدا تنافس اوروبيا وعالميا، ده هيحتاج مونديال واثنين وثلاثه. بس كويس ان احنا دلوقتي بنشارك وبنلعب كويس وفي تنافسيه، ولا بنشارك تشريف ولا اسمها ايه، مشاركه مشرفه ولا تمثيل مشرف؟ يعني قعدنا كتير قوي يبقى تمثيل مشرف، عايزين نعدي بقى المرحله دي، يعني نعدي بقى التمثيل مشرف. انا واحد من الناس قضيت عمري كامل بسمع من وانت صغير والله، يعني نعدي بقى ده، يبقى في تنافسيه شويه، مشاركه مع تنافسيه، بعد كده نشوف بقى فوز، يعني نتمنى ذلك. ما اعرفش هنبقى عايشين ولا لا، او يعني قريب ولا لا، انا مش بتريق والله، يعني بتكلم بجد. فبس ده اون ذا تراك زي ما بتقال، او ده في الطريق، لان انت دلوقتي بتدي لمسات مختلفه على الارض، ابتدى راس المال يلعب دور، ابتديت ما تستخسرش في اللعيبه، ابتديت صفقات اكثر من رائعه، ابتديت تجيب مديرين فنيين تقال، وهكذا. يعني المسيره أعتقد أن هي ماشية في الطريق السليم.